السلام عليكم مشاهدي الكرام. في هذه الحلقة غادي نتلو جوج نقاط كتستأثر باهتمام مشاهدي الكرام. النقطة الأولى وهو الشاب بلال والشيء اللي داروا في الجنسية المغربية وفي المغرب وفي حق المغاربة والجديد ديالو. النقطة الثانية كتعلق بحكيم زياش وشنو دار بالصور ديال المشاركة ديالو في المنتخب المغربي وكذلك في استقبال الملكي. جوج نقط مهمين وكل نقطة غادي ندير لها التوقيت ديالها في صندوق الوصف. تبعا لتهكم الشاب بلال الجزائري على الجنسية المغربية، وصلتنا أخبار كتأكد بأنه تم تجميد جميع المهرجانات أو جميع الحفلات اللي كان غادي يشارك فيها. وكترجع هاد المسألة إلى أنه سولوه قال له واش أنت راك باغي الجنسية المغربية بحال شاب خالد وتهكم وقال واش ندير بها. نسمعوا المقتطف بالضبط ونزيدوا عاد نتكلموا ونشرحوا. يكون عندك الجنسية المغربية مثل شاب خالد، اش ندير بها؟ ما دير بها والو. واه كل جنسية مغربية اللي يعطوني فيها كل شيء باطل، ايوا نديها نشري بها لاكريم ونشري فيلا نشري بيوتو. اذا هذا تهكم واضح، وكما كيقول الجزائريين كتمسخر بالمغاربة والمغرب والجنسية المغربية، وبعدنا انه الجنسية المغربية ماشي حاجة كبيرة. شكون طلبها لك وشكون عرضها عليك؟ هذا غير سؤال طرحوا عليك. وهذا الشيء كيقول الشاب بلال في الوقت اللي خير كتافه من المغرب، عايش في المغرب ومرحبين به المغاربة كأنه واحد منهم وكفنان جزائري كيحترموه ويقدروه، ومع الأسف يقول هذا الكلام. طبعا الجمهور المغربي مرضاش وما عجبوش الحال. احنا الحمد لله نبغيو الناس ونرحبوا بالناس، ولكن على درجة انه يمرمدوا الكرامة ديالنا وتمسخروا بينا وتفلوا علينا وزعقوا علينا، الشيء غير مقبول. وطبعا ناض الجمهور المغربي في مواقع التواصل الاجتماعي عبر عن الغضب ديالو وطلب من اجل الغاء جميع الحفلات ديال الشاب بلال في المغرب، بل اكثر من ذلك عدم دعوته باش يحضر وباش يكون عبره لمن هو في حاجه الى العبار. مع الاسف هو نموذج ديال واحد مجموعه من الجزائريين، ما كنقولش كاع كلشي الجزائريين، مجموعه من الجزائريين ملي كيكونوا بيناتهم، يعني ملي كيكون غير حنا في حنا كيكونوا غير بيناتهم، كتلقوا العنان ديك العقده اللي عندهم كيما صرات له في هذا الحوار، واش ندير بها ويضحك. وهو المقصود السؤال اللي تطرح راه المقصود باش يضربوا به الشاب خالد، هو ما ردش البال باش يضرب الشاب خالد به بشي حاجه ديالو، ضربوا بالمغرب وبالجنسيه المغربيه، اش ندير بها؟ اللي عطاوها لي باطل ونشري بها لاكريم، واش خصك لاكريم؟ وشري بها لوطو وشري بها. شوف التفكير الضيق ديال الانسان. وكيقولوا بانه ربما غادي يدير ندوه صحفيه باش يشرح فيها يعني السياق فاش دار داك التصريح، وربما يطلب اعتذار للمغرب. وفي مواقع التواصل الاجتماعي المغاربه يرفضون هذا الاعتذار. وكان دار تصريح في احدى المنابر الاعلاميه في هذا الاتجاه كيحاول انه يبرر. نسمعوا ليه بالا. تقول انا كي قلتها له هكا سبونطاني، قلت له اش غادي ندير بها الجنسيه هذه؟ هي ما نجمش، انا ما نظنش باللي انا كاع شادايرين لي في المغرب ونسحق جنسيه كتكون في بلاد ما نعرفهاش، بالك تاع روسيا، بالك باش يقولوا عندي دخلات كل شيء. مي انا اقسم بالله العلي العظيم الى في المغرب كيكون في المغرب نكون في بلادي تاع الصح، نولي نحضر، نولي نحس روحي انا هو نحس روحي باللي راني من المغرب، راني ما عندي حتى ما خرمتلهاش. واش الشاب بلال دابا كتحسبنا حنا عندنا القرون ما نفهموش ولا كيفاش؟ يعني كيفاش فعلا هذا هو المشكل اللي وقع لك، انه انت في المغرب مرحب بك في المغرب، الناس رحبوا بك وكبروا بك اي واحد منهم، وتحس يعني بانك فعلا انك في بلادك، كانك في بلادك، ولكن جاك الفرصه وتبقى تهكم على الجنسيه المغربيه. قالك اللي يتفل في البن يشتاقوا، الان كل شيء كينادي على انه تمنع، يعني ما كاينش حفلات ديال الشباب. اكثر من ذلك كيقول خصك تجمع الفريده ديالو ويبقج، هيا بقج هيا عفط،
ايا اروح بلادك السيدي، هذه ماشي بلادك، بعد ما نديروا بك لا انت لا امثالك. وكاين اللي نادى بانه ما خصش تكون حفلات ونستدعيو جزائريين فنانين جزائريين سواء ديال الغناء او الفكاهة او شي حاجه بحال هكا، ما حلوش كما يعني معامل مثل كما انهم فرضوا التاشيره على مغاربه باش يدخلوا الجزائر. كاين اللي كينادي بهذا الشيء هذا، ولكن حنا ما يمكنش، حنا مغاربه نتفاعل مع الفن المغاربي والعربي والعالمي بصفه عامه، وكاينين فنانين جزائريين اللي نحترموهم ويحترمونا ويوقروا نفوسهم، وقفوا يوقونا كما نبغيوهم ويوقروا نفوسهم فعلا. ولكن كاين واحدين اللي باسلين، هذا خص يكون نموذج للناس الكراغله. والكراغله كاين فرق بين الكراغله والجزائريين، الجزائر عنده الجنسيه الجزائريه وشهاده التقار ديالو، بصح الكراغله هما اللي غاديين ومنبطحين امام النظام الجزائري. وكما كنقول دائما، من دخل بيت محمد السادس فهو امن، اللي يدخل المغرب بيت محمد السادس فهو امن، لكن شريطته انه يحافظ على الامن الروحي والامن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والامن الامني للمغرب والمغاربه. ودابا نوصلوا لولدنا حكيم زياش. نعم ولدنا اللاعب المغربي حكيم زياش، اللي كتقول منابر اعلاميه على انه لاحظ متابع نجم المنتخب المغربي كره القدم حكيم زياش انه حذف كل ما كيربطو بالمنتخب المغربي لكره القدم، خصوصا ما يتعلق بمشواره في كاس العالم والاستقبال الملكي. سمعوا الاستقبال الملكي. زياش على المنصه ديالو الرسميه في انستغرام حذف كاع الصور باستثناء صوره واحده، وحذف اي اشاره الى اللعب ديالو مع المغرب، وهذا جاء ايام من بعد اعلان عن غيابه عن تصفيات كاس افريقيا بحجه الاصابه. وحنا كنعرفوا على انه مؤخرا لم يتم استدعاؤه من طرف وليد الركراكي لانه مصاب، ولكن كان اللي قرن هذا الشيء قالوا بانه هذا سبب غير سبب باش ما يجيبوش، لانه كيرجعوا لديك التدويله اللي دارها واتهم فيها الحكومه المغربيه لدعمها لاسرائيل في الاباده الجماعيه. ونعرفوا على انه هذه التدوينه خلقت نقاش كبير، وانه تعاطف مع الفلسطينيين واتهم اسرائيل بالاباده الجماعيه، وهذا طبعا كاين التعاطف ديال جميع المسلمين بما فيهم المغاربه. ولكن مع الاسف انه الحاجه اللي خلاته انه تمادى في داك الشيء وهو انه يتهم الحكومه المغربيه دعم اسرائيل في اباده جماعيه، وربما توصل بشي لوم او عتاب في هذا المجال وحذفها، اضطر انه يحذفها وخلى غير تدوينه فيها واحد الصوره ديال الجنود اسرائيليين كينكلوا بواحد الجثة ديال فلسطيني في واحد السطح الفوق. اذا اليوم الناس كيلاحظوا على انه كيقلع كاع الصور. السؤال كيفاش يقلع الصور والاستقبال الملكي؟ الناس كلهم يتمنوا انهم يحظوا بالتفاته ملكيه، وهو حظى باستقبال ملكي الى جانب الزملاء ديال الفريق الوطني بعد انجاز اللي داروه في مونديال قطر، وفي الاخير يجي يحلف. فهذا مثير تساؤل مثير انتباه، ونقول ليها شنو خليت الخصوم هذا الطنا الترابيه؟ شنو قلت للعديان؟ واش بغيت تضحك فينا العديان؟ اذا هذا سؤال كبير وملاحظه كبيره وموضوع كبير جدير بالاهتمام.